نجتمع اليوم للتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق زملائنا الصحفيين الذين راح حتى الآن 90 صحفيا ضحية لهذه الهجمة العدوانية التي لم تترك أي شيء، لا حجر ولا بشر. وبهذه المناسبة فإننا قد أصدرنا بيانا سنقرأ لكم مضمونه. رغم حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة من خلال قتل الأطفال والنساء وهدم المستشفيات واستهداف أطقمها الطبية وتدمير البنية التحتية وقتل الصحفيين الذين بلغ عدد شهدائهم 90 صحفيا، كان آخرهم استشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة الذي ظل ينزف على ما يربو على 5 ساعات ومنعه من الإسعاف وإصابة مراسل القناة وائل الدحدوح وهم يمارسون عملهم المهني لكشف الحقيقة. ورغم التجاوزات الخطيرة ما زال الاحتلال الصهيوني يضرب ويدوس على كل القوانين والمحرمات غير عابئ بالنداءات الدولية لوقف الحرب والتي صوتت عليها 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ظلت الولايات المتحدة تجهض كل مسعى لإصدار أي قرار يدين الاحتلال من خلال استعمال حق النقد. إن ما نشاهده من فظائع يدفعنا كصحفيين إلى إعلان تضامننا مع الزملاء الصحفيين الذين يواجهون الموت في غزة وفلسطين في سبيل كشف الحقيقة وزيف الدعاية الصهيونية. دعوة الولايات المتحدة بمراجعة موقفها ولجم إسرائيل لتوقيف المجازر في حق المدنيين والصحفيين والأطباء وغير ذلك من الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان. نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتل الصحفيين بإصرار وسبق ترصد. ندعو للتحقيق في هذه الجرائم التي تم توثيقها بالصوت والصورة ويتفرج العالم عليها بشكل مباشر منذ ما يزيد على 70 يوما. نطالب محكمة العدل الدولية والجنايات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها ومحاسبة الجناة كمجرمي حرب وتقديمهم للعدالة حماية للقوانين الدولية التي يجب أن تكون رادعا لكل من حاول انتهاكها. دعوة المنظمات الصحفية والمجتمع المدني لتكثيف العمل من أجل حماية الصحفيين الذين يعملون تحت خطوط النار وهم الشاهد الوحيد على ما نشاهد من انتهاكات وفظائع في غزة.